فوق بالعلم، والعلم اهو نزل على الارض اهو اهو، ادي 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 رايح رايح يشجع بعلم كان علقه تموت، وكويس انه ما تعلقلوش عين ولا مات ولا اي حاجه، وكويس انه كانش معاهم مطاوي ولا نيل ولا ما اعرفش بيضرب ايه الحقيقه، معاهم مطاوي في ايديهم كمان وديريو ظاهر لما حد من اخوته، وطبعا كانوا بيصطادوا المصريين في الشوارع اللي ما فيهاش الدوريات، ومش ممكن السودان هيحط في كل حاره ناس، ما هو يعني ده يعني ده حاجه غريبه جدا. مين اللي كان يقدر يحمي اذا كان فرنسا مش قادره عليهم؟ اني بوليس في العالم هيقدر على دولت؟ دول كانوا اتاريهم بقى كانوا رايحين، اللي راح الماتش عدد ده للماتش، دول بتوع الماتش بتوع الكو اللي هم هيشجعوا ويعملوا والكلام ده كله، انما اللي بره في الشوارع اللي هيعملوا الفيلم الثاني ده ناس ثانيه بمهمات ثانيه بحدوته ثانيه، زي ما انتم شايفين حضراتكم، وادي صوره من الصور، او ده ادي حاجه بقى اللي انا عايز اقول لشبابنا عليها. خلاص يا عم ده الراجل هيموت، انت هتقعد تعيد لما يموت؟ هو كفايه العدد ده مات من الضرب، كفايه ليكون كفايه عليه كده. ده اللي حصل. انا النهارده الواقعه دي لما ناخدها كده من اول التحريض، نتيجه التحريض، وادي اللي حصل هناك في الجزائر. هل هذا الجمهور، هل هذا الجمهور، والله العظيم الجمهور الانجليزي بتاع ليفربول اللي هو خد 5 سنين حرمان، ليفربول خد 5 سنين حرمان بسبب عشان خاطر الشغب بتاعه دي كي جوان بالنسبه لدول، ومؤدبين وعلى الاقل يعني ايه يعني ما عملوش المصايب اللي عملوهم دول. هو ده الجمهور اللي احنا بنطالب النهارده انه لا يكون له توالد على المحافل الدوليه.